بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. نكمل في كتاب ذم الهوى ما فيه من نيد المنى، وذلك إيمانا مني بأن محاربة النفس الأمارة بالسوء هو أولى ما عليك فعله، وتزكيتها وتويضها خصوصا للمدمن فهو أولى ما عليه فعله في هذه الحياة، لأن أنت لم تؤتى إلا من قبل نفسك واستخدام واستغلال الشيطان لها، وإلا لما وقعت في هذا الإدمان ولما شغفت به. أنت عوضت نفسك وزكيتها وهذبتها، مشت وطابت لك الأمور وأصبحت تتقي الله وتفعل ما فيه صالحك وما هو مفيد وما فيه خير عاقبة لك في الدنيا والآخرة. وقد أحسن المسلمون حينما تكلموا في هذه الأمور وقالوا أنها من أولى الأشياء. نعم، قال يا أمير المؤمنين، إن للناس في القيامة جولة لا ينجو من غصص مارتها إلا من أرضى الله بسخط نفسه. يعني ترضي الله، دائما تذكر حينما يعني توزك أو تدعوك نفسك للنظر والتفقد بأن اسخط نفسك لرضى الله. أنت أما أنك أنت ترضي نفسك الأمارة بالسوء، أما أنك أنت ترضي الله، فتضحية برضا نفسك حتى لا تسخط الله بل ترضي الله بسخط نفسك. يقول عبد الله بن الأهتم لابنه: يا بني توق نفسك فإن في خلافها رشدك. وقال إن رجلا عن وهب بن منبه: إن رجلا تعبد زمانا ثم بدت له إلى الله عز وجل حاجة، فصام 70 سبتا يأكل في كل سبت 11 تمرة، ثم سأل حاجته فلم يعطها، فرجع إلى نفسه فقال: منك أوتيت، لو كان فيك خير أعطيت حاجتك. فنزل إليه عند ذلك ملك فقال: يا ابن آدم، ساعتك هذه خير من عبادتك التي مضت وقد قضى الله حاجتك. يعني الوقت الذي تعترف فيه بتقصيرك، يعني أنت تظن أن أنت إذا صمت 60 سبت ثم دعوت الله حاجتك فأن الآن أنت تستحق أن تعطى حاجتك، أنت الآن يعني يكون مؤثماً مقابل شيء تطلبه؟ لا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى عبادتك، هي لك، أنت دوما مقصر. اعترافك بالتقصير وإزرائك على نفسك، اتهامك لنفسك بالتقصير هو أولى عند الله سبحانه وتعالى، أن في ذلك تطهير لنفسك ومحاسبة له. عن مولى بن عياش وزياد بن زياد وخاصم نفسه في المسجد فقال: اجلسي، أين تريدين؟ أين تذهبين؟ أتخرجين إلى أحسن من هذا المسجد؟ انظري إلى ما فيه، تريدين أن تبصري دار فلان ودار فلان؟ هذا ما يحدث معنا. وكان يقول لنفسه: ما لك من الطعام إلا هذا الخبز والزيت، وما لك من الثياب إلا هذين الثوبين، واحد يغسله واحد يلبسه، وما لك من النساء إلا هذه العجوز، أفتحبين أن تموتي؟ فقالت: أن أصبر على هذا العيش. يعني نفسه، يعني انظر إلى التزهد. قال حذيفة بن قتادة: قيل لرجل: كيف تصنع في شهوتك؟ هذا يعني لنا. فقال: ما في الأرض نفس أبغض إلي منها، يعني أنا أبغض نفسي كثيرا، فكيف أعطيها شهوتها؟ طبعا النفس تختلف عن الذات، تختلف عن الروح، يعني لا يقصد روحه، يقصد نفسه. النفس
دائما تعشق الدلالة والكسل والهوى وما إلى ذلك. سمعت عبد الله بن مبارك يقول إن الصالحين في من مضى كانت أنفسهم تواتيهم على الخير عفوا، وإن أنفسنا لا تكاد تواتينا إلا على كره، فينبغي لنا أن نكرهها. عفوا. حدثنا أنه كان عن جميلة بنت الحارث، هذه مائة، ولذلك يعني كثير من الآثار أو الحديث تنقل عن النساء، ينقلها الرجال. لذلك قال العلماء، كل العلماء، أن صوت المرأة ليس بعورش، لكن والتعامل معها عند الحاجة يجوز. يعني مثلا ما تذهب تريد تشتري من رجل عادي، يعني ابن أبو حنيفة قصة وردت أن ما جاءت تشتري منه، ما تحتاج إلى مساعدة، تحتاج إلى أنك تسألك عادي. الممنوع هي أن هي تخضع بالقول، أو أن يكون شيء فيه يقود إلى ما لا تحمد أخبار، شيء قد يقود إلى شيء محرم، أو أنك تختلي فيها أو كذا، هذا هو المحرم. نعم. يقول لذلك مقولة أن صوت المرأة عورة ليس صحيحا. إن كان هناك خضوع من القول، نعم، لذلك كان يعني كما ورد بالآية لا تسألوهن إلا من وراء حجاب. كنا الصحابة يسألنا زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من وراء الباب، هكذا يعني أجدادنا وما إلى ذلك، دائما يعني جداتنا دائما كانوا الغرباء يطرقون الباب، وكانت جداتنا يعني حتى حين كنا صغارا كنا يجبنا من وراء الباب، من في الباب؟ والله أنا أبو فلان، هل أبو فلان موجود؟ لا والله لم يأتي، سيأتي غدا أو ذهب إلى السوق. عادي يعني صوته يعني ليس محرم، إنه يعني صوتها يعني لن تأخذ إثم من ذلك سمعت صوتها، أو هي أنه يحرم عليها أنها هي مثلا ترد على السؤال وكذا، ليس صحيح. يعني لأن الأمر له في حاجة في كذا. نعم. ليس يعني واحد يروح مثلا يعني يتوسع ويجر هذا الأمر إلى الزنا وما إلى ذلك، والصحوبية وما إلى ذلك فيجر الأمر إلى الزنا، فهذا هو الممنوع. نعم. يقول جميلة عن جميلة بنت يسير عن جميلة بنت الحارث أن يسير كان يقول في هكذا: عكسوا هذه الأنفس عكس الخيل باللجم، والذي نفس بيده، إني لألبس ما يساوي 3 دراهم فأظل أنظر في عطفية. يعني يقول يعني احذروا، يعني أنا ألبس معطف رخيص يعني 3 دراهم أتم يعني يأخذني شيء من الزهو والفرح به، وأتم أنظر فيه إن أنا أشوفه يا جماعة أنا يعني أنا وسيم، أنا كشخة، أنا ملابسي جميلة، هذا هو ب3 دراهم. فهذا خطر جدا، قد يهلكك هذا الشيء. هناك شخص يعني تم ينظر في عطفه فخسف الله به الأرض، لأن جزء من جزء من جزء من جزء من مليون من الغرور لن تدخل الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. شيء بسيط من الغرور ومن التكبر، الغرور الكبر الدائي والغرور الزائي، من نزع عنهم فيهما ألقته في جهنم ولا أبالي، كما ورد في الحديث القدسي. لذلك الناس الآن هلكة، كل الناس هلكة إلا المتواضعون، وخصوص والمتواضعون هلكة لأنهم يرون أنهم متواضعون فهم متكبرون.
فلا أعرف كم واحد فينا يعني سينجو من هذا الموضوع. لا أعرف، أنا عن نفسي بعيد جدا، بعيد جدا جدا، أحتاج العمل. في كتاب أنا شريته اللي أوين هوليداي اسمه The Ego is the Enemy، نعرف أن ترجم أم لا، الغرور هو العدو. وأيضا في كتب السلف الكثير من هذه المعاني، فبغي أنك دوما دوما يعني تحرص على تهذيب نفسك من هذه الناحية. فيقول إن عاملوا النفس مثل الخيل حينما تلجموها، حينما تعاكسوها، الخيل يريد شيء وأنت شيء خطأ. فمثلا الخيل حينما يعني أنت تريدها أن لا تفقد قوتها، يعني أصحاب الخيل في السابق أو أجداد أجدادنا كان لا يتركها تشرب كثيرا إن كان وراءه يعني جري في الخيل أو ما إلى ذلك. يقول خلي هذا الشعر، قال عمر ابن عبد العزيز: أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس. يعني أنا ضعها يعني عبارة أو شعارك هذا الأسبوع: أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس. صلاة الضحى، صل، صلاة استخارة، صل، ذهاب إلى المسجد، اذهب إلى المسجد، ما إلى ذلك، صلاة الفجر، صلاة القيام، خير الأعمال ما أكرهت عليه النفوس، قال شعارك. سمعت سهلا يقول: من صحب نفسه هلك، ومن صحبته نفسه لم يسلم. يعني أنت مخلي نفسك هي القاعدة تهلك، أما أن هي صاحبتك لكن أنت القاعد ما تدري يوم من الأيام تجرك إلى ما لا يحسن أقبال. استعن أبو بكر الوراق: استعن على سيرك إلى الله بترك من شغلك عن الله عز وجل. يا جماعة الخير خلاص تمت، والله على ضمانتي الموضوع. زين، استعن على سيرك إلى الله بترك من شغلك عن الله عز وجل، وليس بشاغل يشغلك عن الله عز وجل كنفسك التي هي بين جنبك. نفسك تشغلك، تعبك بالتلفون. خلنا نسمع هذه الأغنية، خلنا نفعل مش عارف إيش، خلنا ننظر ننظر ننظر. يقول النفس مجبولة على سوء الأدب، هذا رود باري، والعبد مأمور بمواظبة الأدب، فالنفس تجري بطبعها في ميدان المخالفة، والعبد مجتهد في ردها، فمتى أعانها فهو شريك في فسادها. نفسك كالطفل تريد أن يتلعب، تأكل قبل تأكل حلويات قبل الغداء، فأنت لابد أنك تكف. خلاص خلاص. نعم، سمعت سمنونا، من هذا سمنونا؟ سمنون ابن حمزة، يعني نصبوه سمنون ابن حمزة أبو الحسن الخواص، وقيل أبو بكر بصري سكن بغداد ومات قبل الجنيد، أبو صلك الخبر. يقول سمعت سمنونا يقول: أول وصال العبد للحق لله سبحانه وتعالى هجرانه لنفسه، وأول هجران العبد للحق مواصلته لنفسه. فأنت تريد أن تهجر نفسك بتصل تكون وصال بينك وبين الله عز وجل، تريد أن يكون هناك وصال بين الله عز وجل، اهجر نفسك. طبعا نفسك الآن لا أدو لا لا تفعل ما كذا، فأنت يجب أنك تقمع نفسك، تحارب النفس الأمارة للسوء إلى أن تروضها. كلام الجيلاني في النفس جميل جدا، رجعوا إليه، كلام ابن القيم وما إلى ذلك. هذا حليب معاه زيت بذر الكتان أو زيت اليقطين، أنصحكم به، لأن زيت اليقطين يعطيك مناعة حتى يشافي، وأنتم كرامة من أو يعطيك مناعة ممن فيه سرطان البروستات أو فيه التهاب البروستات. سمعت طبيب يقول إنه يمكن أغلب الشباب فيهم التهاب بروستات وهم لا يعرفون، طبعا يختلف عن سرطان البروستات، يمكن الالتهاب قد يتطور بعد ذلك إلى سرطان، لكن بالغالب سرطان البروستات يكون يعني سن متقدمة يعني.
مثلا اذا انت مثلا كنت بالثلاثينيات الان اصبح حتى الصغار يعني يصيبهم التهاب وما الى ذلك، فخذ كل يوم من علقة صغيره جدا من زيت اليقطين، خصوصا انت كنت عندك تاريخ من الادمان بالفاب فقد يكون عندك التهاب، وحتى تقي نفسك خصوصا اذا وصلت سن الاربعين، يعني نفسي انا بغي انتقي نفسك عن طريق زيت اليقطين تناوله. نعم. ف يقول هو لونه جميل يعني يصير لونه مثل زيت المحرك دي. يقول أبو بكر الكناني قال علي بن سعيد رأيت في النوم امرأة لا تشبه نساء الدنيا فقلت من أنت؟ قالت حوراء. قلت زوجيني نفسك، عاد على طول بالشباب. فقالت اخطبني إلى سيدي. قالت فما مهرك؟ قالت حبس نفسك عن مألوفاتها. قام نومه. حبس نفسك عن مألوفاتها، يعني أنت تألف الشيء، تألف والله كل يوم قاعد تشرب نسكافيه أو كل يوم يعني قاعد تستيقظ متأخر، خالف النفس. كل يوم تتعبث بالهاتف، ابعد الهاتف. سمعت الفضيل بن عياض يقول في قوله تعالى لا تقتلوا أنفسكم، يقول أي لا تغفلوا عن أنفسكم فإن من غفل عن نفسه فقد قتلها. من غفل عن نفسه فقد قتلها. أنا معاك يا معلم رحمه الله تعالى وضيعة. سمعت السري، يمكن السري الساقطي قصده، يقول أقوى الفتوة غلبتك نفسك، غلبتك نفسك، ومن عجز عن أدب نفسه كان عن أدب غيره أعجز، ومن علامة الاستدراج العمى عن عيوب النفس، كما في الحديث طوبى لمن بصره الله بعيوب نفسه. أجب تعرف عيوب نفسك تمسك ورقة وقلم وتسأل أصحابك ما هي عيوبي ما كذا، وتمسك وتحاسب نفسك وما إلى ذلك، وأقوى الفتوة أن تغلب نفسك. كيف أغلب نفسي؟ يعني أنا أغلب الناس هل ما أغلب نفسي؟ نعم تغلب نفسك. النفس هي ما قادتك إلى ما يسوءك، دائما وراها، دائما تريد تأكل شيء وراها، تريد أن تتفقد وراها، تريد. يقول حاتم الأصم الموت الأحمر مخالفة النفس، يعني يقول كن يعني كن متأهب لهذه المعركة. أنا حاسس إنك أنت تسقط أول مواجهة. لا إن شاء الله، إن شاء الله تجدها وقدود، إن شاء الله تجد الفتوة هذه. يقول سمعت أحمد بن الحواري يقول من لم يعرف نفسه فهو من دينه في غرور. شخص من عامل يعني تدعي انك انت متدين وانت من اولياء الله الصالحين ولا تعرف نفسك، ما تعرف نفسك ماذا تحب، ماذا دواخلها، ما هي عيوبها، كيف تتكبر على الناس، كيف تتحدث عن الناس، كيف كذا، كيف، ما هي مواطن ضعفها، ما هي مواطن قوتها، اين اخطأت، اين اصابت، كيف انت في دينك في غرور ان لم تفعل ذلك. يقول رجل أحمد بن خضراويه أوصني قال أمت نفسك تحييها. كيف أموت نفسي يا محمد؟ يا جماعة النفس في التراث الإسلامي تختلف عن الروح وتختلف عن الذات. النفس اللي هم أخذوها الهندوس وبعدها أخذوها البوذيين اللي يسمونها الإيجو، هذه هي النفس، العقل الاشتراطي. أنا أريد كذا، يجب أنك أنت تأخذ هذه الوظيفة المرموقة، يجب أن يكون عندك أموال، يجب أنك أنت تأكل أفضل أكلات، يجب أنك أنت يعني تكون خلف هذا النساء ويعني كذا كذا، هذا هو النفس. يقول محمد بن الفضل أنزل نفسك منزلة من لا حاجة له فيها ولا بد له منها، فإن من ملك نفسه عز ومن ملكته نفسه ذل. الواضح
قال أبو سعيد الخوازن معروف يعني صاحب كتاب الصوت وغيره، مثل النفس مثل ماء واقف طاهي صاف، فإن حركته ظهر ما تحته من الحمأة، وكذا النفس تظهر عند المحن والفاقة والمخالفة، ومن لم يعرف ما في نفسه كيف يعرف ربه. مثل النفس في ماء واقف طاهي صاف، فإن حركته ظهر ما تحته من الحمأة، وكذا النفس تظهر عند المحن والفاقة والمخالفة. من لم يعرف نفسه كيف يعرف ربه؟ أنا بالضبط ما الذي يقصده، لكن ظاهريا يعني هو يقصد ان انت النفس تظهر وقت المحن وعند المحك. ابو محمد الجريري يقول: من استولت عليه النفس صار اسيرا في حكم الشهوات، محصورا في سجن الهوى، وحرم الله على قلبه الفوائد. من استولت عليه النفس صار أسيرا في حكم الشهوات، مستولت عليه النفس صار أسيرا في حكم الشهوات، على نفس مدمن لباحية، محصورا في سجن الهوى، وحرم الله على قلبه الفوائد، فلا يستلذ كلامه أي القرآن ولا يستحليه، وإن كثرت رداده على لسانه. إذن يجب أن أنت لا تستولي عليك النفس، تخالف نفسك حتى لا تصير أسير الشهوات ولا محصور في سجن الهوى، ولا يحرم الله على قلبك الفوائد والالتذاذ بكلامه. نكمل في الحلقة القادمة. في أمان الله.